مزيد من الإيضاح عن المدن الذكية معنا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والتمويل. صباح الخير دكتور ماجد، وتفاصيل أكتر عن فكرة المدن الذكية وأهميتها في خلق منظومة متكاملة بتخدم المواطنين. دكتور ماجد، يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال مع دكتور ماجد عبد العظيم. الموضوع طبعا مهم جدا، صحيح، هنعود في تطوير المجالات التطبيقية للتواصل معاه مرة ثانية علشان نتعرف على تفاصيل هذا الخبر. أروح مع حضراتكم بقى من موقع مبتدأ لموقع العربية، بنقرأ منها: مصر تسابق الزمن لتعويم سفينة عملاقة بتسد قناة السويس. وصلت هيئة قناة السويس جهودها الرامية لإخراج نقلة حاويات ضخمة تعطل منذ الأربعاء المرور وتسببت في توقف حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وأسيا. كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة. وأعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، في مقدمتهن القاطرة بركة واحد والقاطرة عزة عادل، وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة مشهور. طيب، نحاول أن نعرف تفاصيل أكثر مع السادة المشاهدين، ومعنا عبر الهاتف سيادة اللواء بحري عصام بدوي قائد سلاح الغواصات السابق الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية. بعد التحية وصباح الخير يا فندم، هنتكلم على يعني هيئة قناة السويس حقيقة بتواصل جهودها المهمة جدا لمحاولة إخراج هذه الناقلة الضخمة التي تعطلت منذ الأربعاء الماضي. عايزين نتكلم على الجهود يا فندم، وهل هناك يعني فترة زمنية معينة لمحاولة إخراج هذه الحاوية الضخمة من مكانها؟ أولا صباح الخير. صباح الخير. طبعا أنا يعني ما عنديش حاجة أقدر أقولها أكتر من أن أنا أحيي جهود يعني زمايلي وإخواتي في هيئة قناة السويس. الحقيقة جهد رائع وجهد جبار اللي بيتعمل ده في مع عشان فعلا يتعاملوا مع هذا مع هذه الحادث. السفينة سفينة كبيرة ضخمة، حاجة ضخمة يعني. وإن هم فعلا الحمد لله عملية التكريك اللي بتتم، وأنا يعني من وجهة نظري يعني ما هوش تصريح، انما انا بقول ان شاء الله النهارده ينتهي كل شيء ان شاء الله، لان فعلا ان في مؤشرات، ما دام ان ابتدينا نبص ان السفينه ابتدى البوصله بتاعتها بتتغير اتجاهها، فده مع مؤشر طيب ان شاء الله ان فعلا ابتدت السفينه تتلقلق من مكانها. طيب، او تتحرك. طيب، او مقدمتها تغير اتجاهها. سيادة اللواء، يعني بيقال انه بتكون هناك عوامل مساعدة على مسألة يعني القطر الخاصة بالسفينة، منها المد والجزر، الرياح، هذه العوامل لأي مدى يعني هي كانت خلال هذه الفترة او مساعدة او غير مساعدة؟ لا، كلام حضرتك طبعا مظبوط، بس طبعا لازم برضه سرعة الرياح والنهاية، لان السفينة عالية يعني حضرتك تصوري لما الريح بيضرب في عمارة حوالي 10 أدوار وأكثر كمان، طبعا يعني برضو بيأثر المد والجزر. المد في المنطقة دي، المد والجزر ملحوظ يعني بيبقى فيه حوالي 3 متر فرق. فإن شاء الله، بس هو طبعا الفترة اللي فاتت الحمد لله يعني طبعا. أنا سيادة اللواء، يمكن حضرتك بالإضافة لكلام حضرتك لما اتكلمت على جهود الهيئة، طبعا يعني الحمد لله جهود كبيرة جدا، يعني رئيس الهيئة قال إن في 9 قاطرات عملاقة بتقوم بأعمال التكريك اللازمة حتى يتم الاتجاه إلى هذه السفينة أو محاولة أن يتم إبعادها عن مكانها الجانحة فيه. مش تكريك بالظبط، ما دام قاطرات يبقى فعلا إن عملية التكريك خلصت. وان تبتدي المركب بقى القاطرات تشد المركب، يعني الاول بيتم التكريك وبعد كده يتم شد هذه السفينه من خلال القاطرات. قاطرات طبعا عملاقه وقاطرات. الحقيقه يعني الامكانيات في قناه السويس امكانيات عاليه جدا، والناس على كفاءه وخبره عاليه جدا كمان. يعني انا من البيت وعارف طبعا امكانياتهم، وربنا يوفقهم
وان شاء الله، وعشان خاطر مش يعني مش عشان خاطر مصر، عشان خاطر الاقتصاد العالمي كله فعلا متاثر بقفل القناه. لان هي فعلا يعني تسببت في توقف حركه الملاحه في قناه السويس، وطبعا تعتبر من اهم الممرات طبعاً التجاريه الحيويه اللي بتربط بين اوروبا واسيا قناه السويس. ده حقيقه بياخذنا الى اهميه قناه السويس ومدى تاثيرها على التجاره العالميه يا سياده اللواء. كلام حضرتك مظبوط جدا. طبعا فعلا العالم ادرك، هو هي طبعا معروف اهميه قناه السويس، انما فعلا ادرك اهميه امان وامن الملاحه في قناه السويس بالنسبه صحيح للعالم كله وليس لمصر فقط. صحيح. بنشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء بحري عصام بدوي، قائد سلاح الغواصات السابق والامين العام لاتحاد الموانئ البحريه العربيه، شكرا جزيلا لك.